function test the same of renal function test. يعني شلون؟ يعني أنا من عندي بعض الأعراض لبعض أمراض الليفر ما أقدر أشخصها بتيست واحد. إحنا بالرينال شنو أخذنا؟ إيش كم تيست؟ ها طلاب بعدكم معطلين شنو؟ واحد دكتورة ثلاثة أخذنا ثلاثة اللي هي اليوريك أسيد والكرياتينين بالإضافة إلى شنو؟ الجنرال يورين. اليوم إحنا حتى ناخذ الليفر فانكشن تيست هم عندنا أكثر من تيست، تقريبا عندنا أربعة أو خمسة، طبعا إحنا راح ناخذ من عندهم ثلاثة. فالتايتل أوف أور ليكتشر توداي Liver function test. Objectives. إحنا لازم نطلع من هاي المحاضرة شنو محصلين؟ Upon completion this lecture, the student should be able to understand the major metabolic function of the liver and causes of liver dysfunction. يعني لازم إحنا أول point نعرفها وظائف في الليفر وشنو ممكن الأمراض اللي تصيب الليفر. Number two, discuss markers of liver function test. يعني شنو؟ نناقش بهاي المحاضرة من المحاضرات الجاية التيستات اللي من خلالها نقدر نقيم كفاءة الليفر. واضح؟ يعني اليوم عندكم 3 points. واضح دكتورة. Number one, هسا انتو تخلون يمكم ورقة وقلم حتى شنو تسجلون من محاضرة اليوم شنو لازم تحصلون. Number one metabolic function، أنا أعرف شنو الوظائف اللي يقوم بها الليفر. Number two عندنا causes of liver dysfunction، هن موجودات بالسلايدات بس حتى من ترجعون تقرون تكون عليكم سهلة. لازم أعرف شنو أشهر الأمراض أو الأضرار اللي تصيب الكبد. Number three اللي هي الماركر of liver function اللي منعتها اليوم راح ناخذ أول ماركر. هسه بما إنه الهدف الأول إنه نعرف شنو هي وظائف الليفر. The major metabolic function of the liver. عندنا كم وحدة اللي ظاهر أمامنا؟ أربعة. طبعاً كل وحدة من ذوي الأربعة أنا ذكرت الخاصية أو الوظيفة الأساسية بالبولت لاين، هذا اللون الطوخ الغامق، وبعض وجواها اكو شنو توضيح صغير لهاي الخاصيه انه هو شلون يقوم بيها. طبعا هاي نص الشاشه. اوكي، عندنا الخاصيه الوظيفه الاولى synthetic function. يعني دكتوره ممكن تعلي صوت شويه ترى ناصر. اوكي، وهسه شلون؟ عندنا the major metabolic function of the liver. هذه بالخطوط العريضة الغامقة عندنا أربع وظائف. يعني أنا من أقول لك سؤال بالامتحان was the metabolic major metabolic function of liver. طبعاً تعددتهم هم الأربعة. هاي باختصار. بس إحنا عندنا لكل وظيفة تحتها بالخط الخفيف مثال انه شلون يقوم بهاي الوظيفة. يعني عندنا اول وحدة السينثيتك فانكشن تخليق، يخلق شنو احنا اخذنا سابقا. هاي منطيكم مثال بروتين، بلازما بروتين، كوليسترول. طبعا من اخذنا الكوليسترول قلنا التخليق الاساسي الى وين يتم؟ بالليفر. ايش قد يخلق الليفر كوليسترول؟ قلنا 1 غرام، صح لو لا؟ والترايجليسرايد. يعني هذه اللي جوا بالخط الفاتح هي بعض الأمثلة لهذه الوظيفة. يعني عندنا قلنا synthetic function تخليق، شو يخلق الليفر؟ بلازما بروتين اللي هي ألبومين وجلوبيولين، خلق الكوليسترول والترايجليسرايد. نمبر 2 الوظيفة الثانية detoxification and excretion، يعني شنو؟ إزالة السمية وطرحها خارج الجسم. مثل شنو؟
عندنا الأمونيا تو يوريا، هاي أخذناها باليوريا، قلنا شلون يصير الطرح مالتها، والبيليروبين. هاي الأمثلة اللي أنا ذكرتها بالخط الفاتح توضح لكم فكرة عن الوظيفة، أوكي؟ فأنتوا لكل وظيفة تقدرون تحفظون هيدلاين، يعني مثلاً للسنتيتك أحفظ الكوليسترول كونك أنت ما أخذها سابقاً، لإزالة السمية أحفظ اليوريا هم ما أخذها إحنا سابقاً. نمبر 3 الوظيفة الثالثة الستورج فانكشن، الخزن. عندنا الخزن الماء، عندنا بعض الفيتامين اللي هي مذكورة قدامكم، فيتامين A والD والE والK. طبعا هاي الفيتامينات راح تاخذوها بالنظري اللي هي الA والD والE والK. هاي الفيتامينز يسموها الذائبة بالدهون، بما انه ذائبة بالدهون ومصدر الكوليسترول بالليفر، اذا هي راح تكون الستورج مالتها بالليفر. Production of bile salt، هاي إنتاج أملاح صفراء. لحد الآن واضح؟ نعم دكتور واضح. واضح دكتور. إيش صار عندنا؟ لازم نسجل. قلنا أول شيء شنو؟ أنا شنو راح أحصل من محاضرة اليوم؟ عندنا وظائف الليفر، بعض الأمراض اللي تصيب الليفر، والماركر اللي من خلالها أقيم كفاءة الليفر. فأول نقطة نخلي عليها ترو كملناها، اللي هي احنا عرفنا شنو هي وظائف الليفر، وهي كلش سهلة، عبارة عن أربعة: السنتيتك، الديتوكسيفيكيشن اند اكسكريشن، والستورج، والبرودكشن. هاي خلصت النقطة الأولى أو البوينت الأول، الأوبجكتيف اللي لازم نوصلها. هسه راح ننتقل للأوبجكتيف نمبر 2 اللي هو الليفر ديسفانكشن، يعني شنو ممكن أمراض اللي تصيب الليفر. شوفوا قدامكم ايش كم وحده؟ 6. عندنا الهيباتو سيلولار ديزيز، عندنا الكوليستاسيس، السيروسيس، الهيباتايتس، الجوينتس، والليفر كانسر. طبعا هاي السيروسيس هي تشمع الكبد، الهيباتايتس هي امراض الهيباتايتس الفيروس، اوكي، والجوينتس هذا اليرقان او مثل ما يسموه ابو صفار، اوكي، والليفر كانسر. سهلات. دائما من اريد اقرا السلايد تحفظون العنوان هنا، انه هذه الليفر ديسفانكشن وهذه بعض الامراض عنها. انا جاي احاول الخص لكم المحاضرات واخليها يعني بصوره واضحه ومتسلسله، حتى من تجي الاسئله تكون بالنسبه لكم مو غريبه، يعني حتى طريقه الشرح جاي اخليها، احاول اخليها سؤال وجواب حتى تبقى ببالكم. هذا السلايد واضح؟ واضح. اوكي، هسه راح نجي للنقطه الثالثه اللي هي قلنا شنو؟ discuss marker of liver function، نناقش شنو الماركرات اللي من خلالها نسوي كفاءة، نقيم كفاءة الليفر. طبعا هنا بهاي الصورة شنو واضح لكم؟ كاتب على التيوب ليفر فانكشن تيست، يعني مطلوب لهذا التيوب اقيم كفاءة الليفر. هنا شنو مخلي صح؟ على كم تحليل؟ شوف ايش كم واحد عندنا: التوتال بروتين، عندنا الالبومين، جلوبيولين، بيليروبين، والاي اس تي والاي ال تي والالكلاين فوسفاتيز. هذول كلهم كتوتال الناتج مالتهم من خلاله يسمون دايكنوسيس للليفر. فاحنا اليوم احنا ايش راح ناخذ بمحاضرتنا؟ راح ناخذ البيليروبين، راح ناخذ الاي اس تي، وراح ناخذ الاي ال تي والالكلاين فوسفاتيز، اوكي؟ فاليوم راح نبلش بالبيليروبين. يعني انا من اجيب لك سؤال ماركر اوف ليفر فانكشن تيست، شنو هن جوابهن؟ هذا توتال بروتين، البومين، جلوبيولين، والبيليروبين، والاي اس تي والاي ال تي والالكلاين فوسفاتيز. لحد هنا اوكي؟ نعم دكتور. نجي ناخذ البيليروبين. بيليروبين
الديفينيشن مالته از ا ويست برودكت ديريفد فروم بريك داون اوف هيموغلوبين، يعني شنو؟ ناتج المن لتحطم الهيموغلوبين، تكسر كريات الدم الحمراء اللي يصير عاده وين؟ يصير عاده بالبيبي اول ما ينولدون، يصير عندهم بريك داون بالهيموغلوبين ويصير عندهم جويندس او بصفار. هذا البصفار منين جاي؟ ليش مرات يحتاجون ينقلونهم دم اذا ارتفع عندهم البصفار؟ لان كميه او نسبه تكسير الدم عندهم عاليه، فيحتاجون شنو؟ يعوضوهم. اول بيلوروبين شنو؟ ويست برودكت فروم بريك داون اوف هيموغلوبين. واضح التعريف؟ نجي ناخذ السينثيسيس اند برودكشن. هسه احنا قبل شوي السينثيسيس واضحه انه هي بريك داون اوف هيموغلوبين، خلينا نشوف شو يصير للبرودكشن مالته. ذا بيلوروبين مولكيول فورم ان سبلين، يعني وين سبلين؟ يعني بالطحال. از نون بولر. شوف هسه تخيل الورقه والقلم اللي طلبتها قبل المحاضره تخلوها يمكم تكتبون وياي. حضرتوا؟ يمكم الورقة والقلم؟ اي دكتورة. اوكي يلا، ايش عندنا احنا؟ تركزون وياي هنا. البيليروبين اللي راح اول ما يتكون من السبلين من الطحال شنو مواصفاته؟ نون بولر. اوكي، سلايتلي سولبل ان ووتر، غير قطبي وقليل الذوبان بالماء، بي اتش الخاصة بالجسم. هاي النقطتين اكتبوها واحدة جوا الثانية، تخلوهم داخل مربع او تكتبون فوقهم او جواهم براحتكم باللي انت تفتهمه. انه هذا النوع من البيليروبين اللي هو النون بولر والسلايتلي سولبل، شنو اسميه؟ اسميه فري بيليروبين. بعد شنو اسمه الثاني؟ الانكونجوكيتد، يعني الغير مرتبط، او الاندايركت بيليروبين، يعني له ثلاث اسماء. فتكتبون بالورقه لفوق تكتبون الفري بيليروبين، راح اعيدها، كتبوا براحتكم، هاي قدامكم الشاشه ونقلوا السبيلنج. عندي فري بيليروبين فارزه، الانكونجوكيتد، وفارزه الاندايركت بيليروبين. هذين الثلاث اسماء كلهن تابعات لنفس ال... يعني ال... هو البيليروبين هذا الفري الى ثلاث اسماء، فري بيليروبين والانكونجوكيتد والاندايركت، ثلاثه. هذا شنو مواصفاته؟ من اول شيء وين يتكون؟ فورم ان سبلين، بالطحال. هاي نقطه واحد. نقطه اثنين، هو نون بولر. نقطة ثلاثة، slightly soluble، قليل الذوبان. هسه هو إلى ثلاث أسماء وإلى ثلاث صفات. كملتوا؟ طلاب كملتوا؟ أي دكتورة. أوكي، أعيدها للمرة الأخيرة. البيليروبين is waste product derived from the breakdown of hemoglobin، ناتج عن تكسر كريات الدم الحمراء، الهيموغلوبين بكريات الدم الحمراء، اوكي؟ هذا التكسر للهيموغلوبين وين راح يصير؟ نشوف هنا. Formed in سبلين، بالطحال. شو راح يتكون؟ تكون مادة، من الهيموغلوبين يصير له تكسر بالطحال، راح تتكون مادة اسمها البيليروبين. أي نوع؟ النوع اسمه فري، فري بيليروبين، أور الأنكونجوكيتد، أو الإندايركت. هذا شو المواصفات؟ تشبيه نون بولر وسلايتلي سولبل ان ووتر. زين، من هذا السلايد شنو افتهم؟ افتهم انه بما انه عندي هذا البيليروبين اسمه فري بيليروبين والانكونجوكيتد والاندايركت، معناها شنو؟ معناها عندي نوع ثاني من البيليروبين، ولذلك انا قلت لكم سجلون هاي الملاحظات عن هذا السلايد حتى تميزون بين هذا البيليروبين وبين السلايد اللي راح يجي بعده.
البيليروبين هذا النوع الأول اللي هو الفري، عرفنا أنه وين يكون؟ بالطحال. زين شلون نتخلص من عنده؟ لازم ينتقل وين؟ للكبد. حتى زين هنا احنا نباوع أنه هذا slightly soluble، غير ذائب أو قليل الذوبان. يعني حتى ينتقل أي مادة، حتى تنتقل يا أما تكون ذائبة أوكي، يا أما أكو أشياء تساعدها تنتقل، كأن تكون بروتينات، إنزيم، anything، ترتبط بيها وتنتقل للمكان اللي تكون بوظيفته أو طرحها. نيجي هنا تركزون على هذا السلايد. عدنا قلنا إنه هو منين جاي؟ بريك داون المن للهيموغلوبين. هذا الهيموغلوبين أوكي HB، ال HB بيها جلوبين وهيم، راح تنفصل شقين تصير. هذا الهيم راح يتحول إلى مادة اسمها ليبليفردين. هذا طبعا السلايد أو الصورة توضح لكم السينثيتك أند برودكشن أند إكسكريشن، يعني هو هذا حفظه. اللي ما يحب يحفظ الأسي اللي فوقه أو الديسكس اللي كانت قبله. أجي هنا إذا مثلا أنا سأل السؤال شلون أني أو أقول السينثيتك أوف بيليروبين، تقدرون تكتبون من الـ HB للبيليروبين. حد هنا هذا الجواب، إنه الهيموغلوبين راح تكون هيموغلوبين، هذا الهيم راح يتحول لمادة اسمها البليفردين. زين شلون هاي البليفردين تحول بيليروبين؟ أكو إنزيم اسمه البيليروبين ريدكتيز. خلص حصلت شنو؟ حصلت البيليروبين. إذا تقدرون ترسمونه وياي هسه أفضل. هذا البيليروبين شنو اسمه قبل شوية؟ هذا حصلنا أول نقطة. قبل شوية إلش كم اسم؟ ثلاثة. اللي هو الفري بيليروبين والأنكونجوكيتد والإندايركت. فأني جاية هنا بين قوسين حطت لكم يم البيليروبين إندايركت حتى أميز لكم، أقول لكم يابا هو هذا النوع الأول. يتكون وين؟ formed in spleen بالطحال. منين جاي؟ جاي من البيليفردين اللي هي منين جاية؟ من الهيم. أوكي هذا الاندايركت. أنا حتى أحوله بالليفر وحتى ينطرح خارج الجسم وشنو مواصفاته كان الاندايركت؟ إلى كم نقطة؟ إلى 2 اللي هو شنو؟ بولا. سلايتلي سولوبل. سلايتلي سولوبل غير ذائب. زين هنا أنا هسه على هذا السهم أو أنتوا تكتبوها كل طالب بالصيغة اللي يفتهمها، شلون راح يتحول من الاندايركت للدايركت اللي هي هنا بالليفر؟ تكتبون وياي أو أنا راح أشرحها وأنتوا تسجلوها يمكن شلون يعني توصل لكم المعلومة. أوكي وياي؟ أيوة. أوكي. أنا حتى أنقل البيليروبين من السبلين للليفر must be soluble، يعني يجب أن يكون شنو؟ ذائب. To translate bilirubin from spleen to liver must be soluble. تخلون هاي النقطة قدامكم أول ستار. حتى ننقل بيليروبين الاندايركت من السبلين للليفر ويصير دايركت must be soluble. هاي الملاحظات سجلوها. اوكي زين هو كان فري، من اسمه فري يعني unconjugated غير مرتبط. اوكي شلون اني راح احوله الى soluble؟ is solubilized by formation complex with albumin. راح يكون ذائب بواسطه تكوينه معقد ويا شنو؟ ويا الالبومين. اوكي بالليفر اوكي راح يرتبط ويا جلوكورونيك اسيد اللي هو هذا، يعني النقطه الاولى من هو اندايركت راح يرتبط ويا الالبومين ويكون لنا كومبلكس.
هذا الكومبلكس راح ينقل للليفر ويرتبط بمن؟ بالجلوكورونيك أسيد. خلص تحول إلى سوليبل. سهلة لو صعبة؟ سهلة. سهلة. العفو دكتور عيدي. صار. عندنا إحنا البيلوروبين. وين أول بداية؟ وين أحصله؟ إحنا قلنا هو برودكت أو ويست برودكت المن بريك داون أوف هيموغلوبين اللي هي هاي هيموغلوبين. هو ناتج تحطم المن إلها للهيموغلوبين. زين. من يتحطم الهيم إيش راح يتحول يا مادة للبيلوفيردة؟ هاي المادة حتى تتحول للبيلوروبين تحتاج إنزيم اسمه بيلوروبين ريدكتيز. أنسى هذا هم أوكي لا تحفظوه مو مشكلة حتى لا تشتت انتباهكم. تحفظون إنه البيلوروبين اللي جاي من السبلين هو فري أو إنديركت وأنكونجيكيتد نون بولر وأنسولبل. واضح؟ واضح دكتورة. خلص هي هسه هي سهله بين ليش يقول لك ليش الناس سميته فري وليش هناك سميته كونجوكيتد. هسه هذا انكونجوكيتد غير مرتبط. ليش من راح للليفر وصار دايركت سميته كونجوكيتد؟ منو يقول لي؟ سنار. نعم دكتور. سنار حسين. من كان بالسبلين وإندايركت أسميه unconjugated غير مرتبط. من راح للليفر وصار دايركت راح أسميه conjugated. ليش؟ دكتور لأن ارتبط بالجلوكورونيك أسيد. بالضبط لأن ارتبط ويا أول شيء الألبومين. أوكي. وانتقل للليفر وبالليفر يعني كون معقد كومبلكس وانتقل للليفر. بالليفر ارتبط ويا من؟ ويا الجلوكورونيك اسيد. واضحه طلاب؟ كلش سهل. ليش هنا اسمه فري وهنا اسمه نون فري؟ ليش هنا اسمه الكونجوكيتد وهنا الانكونجوكيتد وهنا كونجوكيتد؟ كونجوكيتد يعني مرتبط. بما انه انتم سويتوا له كومبلكس معقد حتى ينتقل للليفر خلص صار شنو؟ واضحه؟ فهذه خطوة واحد أنتجت لنا البيلوروبين الفري الانكونجوكيتد اللي هو نون بولر نون سوليبل. واضح؟ حتى أنقله للليفر راح يكون معقد كومبلكس وذ البومين. راح يوصل وين؟ راح يوصل للليفر. بالليفر راح يرتبط ويا الجلوكورونيك أسيد فراح يتحول إلى دايركت ويسمى كونجوكيتد. هسه النوع الثاني من البيلوروبين اللي داخل الليفر اسمه دايركت واسمه كونجوكيتد. شنو صفاته؟ صفاته راح يتحول الى بولر ويتحول الى سوليبل. واضح؟ اي واضح دكتور. اوكي هسه اجي هاي خلصت لهنا. هذا كله تخليق لحد الدايركت تخليق ونقل. هسه اجي للاكسكريشن شلون راح اطرحه. ينطرح البيلوروبين عن طريق تو ways يعني اما يورين اما فيسس. عندنا هنا حتى ينطرح راح يتحول الى مادتين الى نوعين. يعني هو الى نوعين ويتحول الى نوعين الى الدايركت والاندايركت. من يريد ينطرح عن طريق الامعاء اكو بكتيريا بالامعاء راح تحول إلى شقين اللي هي شنو البكتيريا راح تحول إلى نمبر 1. تخلون عليها ترسمتوا هذا المخطط بالورقة اللي عندكم. نعم دكتور. أكو هنا excreted from bile to intestine. هنا افتحوا قوس وكتبوا مثلا بكتيريا بواسطة بكتيريا. هاي البكتيريا راح تسوي نوعين اللي هي يوروبلينوجين وسميه يوروبلين. هاي الماوس عليها وحده
واحدة اليوروبيلينوجين والثانية اليوروبيلين. أوكي؟ طلاب وياي؟ اي دكتور. هسه بواسطة البكتيريا راح ينقسم إلى كم نوع؟ نوعين. النوع الأول شنو اسمه؟ يوروبيلينوجين راح يكون طريقين، أما يروح للكدني ويطرح بواسطة اليورين، أو إذا راح لللارج انتستين راح يتحول إلى يوروبيلين ويطرح بواسطة الفيسز. يعني إلى طريقتين للطرح. اليوروبيلينوجين أما يروح للكدني ينطرح بواسطة اليورين، أو يروح لللارج انتستين وتكون لهناك يتحول إلى النوع الثاني اللي هو اليوروبيلين ويطرح بواسطة الفيسز. لحد الآن التخليق والنقل والطرح بسؤال. أكو سؤال؟ لا دكتورة. لا دكتورة. خلاص هسه عندي البيليروبين. بالبداية عندي وظائف الكبد اللي هي 4، بعدين عندي أمراض الكبد أو أشهر أمراض الكبد، الخلل اللي ممكن يصير بي تقريبا هنا 6 أو 7. عندي التيستات للليفر فانكشن تيست، اليوم أخذنا أول واحد منهم اللي هو اسمه البيليروبين. عرفنا البيليروبين هو ويست برودكت أوف هيموغلوبين. أوكي، إيش الويست برودكت؟ وين يكون؟ بالسبلين، بالطحال. شنو مواصفاته؟ راح يكون نون بولار، نون سوليبل. شنو اسماء له هذا الناتج الاول للبريك داون؟ اسمه الفري بيليروبين، الاندايركت، الانكونجوكيتد. اني حتى انقله للليفر ويطرح اوتسايد اوف بودي يحتاج اسويه سوليبل. حتى اسويه سوليبل هنا أنا بعد هذا الاندايركت راح يرتبط كومبلكس ويز البومين، بعدين راح ينقل للليفر راح يرتبط ويز جلوكورونيك اسيد فينتج الدايركت اللي هو الكونجوكيتد اللي هو راح يكون بولر وسوليبل. يعني اذا اجيب لكم مقارنه بين الدايركت والاندايركت تكتبون هذا كومبلكس هذا نون كومبلكس، هذا سوليبل نون سوليبل، بولر نون بولر، هيك. طبعا تجي صح وخطا الاندايركت ويا الكونجوكيتد لو الانكونجوكيتد، انت تعرف الاندايركت ويا الانكونجوكيتد، الدايركت ويا الكونجوكيتد، يعني لا حد يخربط بالاسماء. لهنا كل شيء تمام؟ خلص محاضرة واسألكم. نجي للكلينيكال سيجنيفيكانس. عندنا النورمال كيس كالعادة احنا ماخذيها ناخذ النورمال كيس والابنورمال. عندنا النورمال كيس رينج، عندنا توتال سيروم بيليروبين. ليش؟ من يقولي ليش اخذ توتال سيروم بيليروبين؟ اخذ التوتال بيليروبين ليش؟ لأن عندي direct well indirect، عندي normal للكلينيك للtotal must be 0.0 to 0.2 التotal من الصفر بوينت صفر للواحد ملغرام بير ديسيليتر. هاي أول وحدة. الدايركت شقد لازم يكون؟ هذا للنورمال 0.0 to 0.2. الاندايركت اللي هو بالبداية اللي قبل لا يرتبط ويا الألبومين لازم يكون من 0.2 to 0.8. طبعا من تجمعون اذا يجيكم سؤال كيس بالامتحان وانه هو جاي يقول لك نورمال، انت شلون تتأكد حلك صح؟ تتأكد من التالي، انه انت من تجمع 0.8 ويا 0.2 راح ينطيك 1.
فتعرفون انه هو normal range. هاي الواحد مقسمة بين الدايركت وبين الاندايركت. عندي التوتال من O point O للواحد. عندي الدايركت O point O to O point 2. الاندايركت 0.2 to 0.8 ملي جرام بير ديسيليتر. طبعا اكو بالوحدات ثانية اللي هي المايكرومول، اخاف تقروها يعني بغير مكان او بالورقة التحاليل اذا اجتكم. اذا بالمايكرومول راح تلقون التوتال هو من الاربعة للتسعتاش، يعني مو تقولون الرقم مختلف، هاي وحدات مختلفة، هنا من الجرام هناك مايكرومول. نجي الاب نورمال كيس، عندي الهايبر بيلرونوبين. قلنا هاي الانيميا بالاخير معناها شنو؟ اتبلد بيلرونوبينيميا، هايبر بيلرونوبينيميا. اوكي، عندي كم نوع عندها؟ ثلاثة. هاي ما اعرف ليش هذا المربع طالع لكم بالشاشة. دكتورة مخلي الكلام غير واضح، مو صحيح؟ ما جاي تشوفونها؟ دكتورة ما نشوف. راح تكون بحالتين، اللي هي الأولى هاي انتو خلوها يعني كتبوها الكتابة الهايبر 2 كيس. أما يكون سب كلينيكال جوينتس او جوينتس، يعني قسموها انتم يمكم، سووا مثلث يعني راس الهرم كتبوا هايبر، الهايبر تقسموه سب كلينيكال وسب كلينيكال جوينتس والجوينتس. السب كلينيكال جوينتس ايش قد التوتال مالته؟ توتال سيروم بيليروبين من 1.1 للاثنين. اوكي دكتور. الحالة الثانية اللي هي الجوينتس راح تكون عندكم الناتج الريزلت مور ذان 2. يعني هسه انا عندي الهايبر بيها سب كلينيكال جوينتس وبيها الجوينتس. السب كلينيكال من 1.1 يعني عابر الواحد اللي قبل شوية التوتال للاثنين، والجوينتس لا ابر او مور ذان 2. الجوينتس نفسها اللي هسه قدامكم رقم اثنين، هاي بيها ثلاث اقسام كتبوها هم جواها او قسموها. الجوينتس هذه الجوينتس شفتوها ظللتها بيها ثلاث اقسام اللي هي شنو؟ بري هيباتيك والهيباتيك والبوست هيباتيك. هاي شنو اللي تحفظون منها؟ انا هم سهلتها عليكم كلش، تحفظون بس ما بيها نواتج أرقام، ما انطيت نواتج أرقام، انطيتكم بالبري هيباتيك. شنو بري هيباتيك؟ معناها ما قبل الكبد. زين، قبل شوية احنا قبل الكبد قبل لا يصل للليفر شنو كان اسمه نوع البيليروبين؟ إذن أنا أعرف من أقول لك البري هيباتيك جوينتس معناها ما واصل للكبد، معناها تعرف كمية الاندايركت أكبر من الدايركت، واضحة لأن هو ما واصل للكبد وصاير دايركت. أوكي؟ ما يحتاج لها درخ، يحتاج لها فهم. بري هيباتيك لأن انتوا راح تشوفون هسه جواها الهيباتيك الدايركت أكبر من الاندايركت، البوست هيباتيك الدايركت إنكريست. فمرات واحد بالامتحان يخربط، فأنتوا لا تدرخوها، افتهموها. بري هيباتيك يعني ما قبل الكبد. زين أنا قبل الكبد شنو عندي؟ عندي الاندايركت، بعدني ما واصلة للدايركت. معناها خلاص بما أنه بري هيباتيك الاندايركت يكون مور ذان الدايركت. أوكي؟ أوكي دكتورة. بالهيباتيك راح يتكون راح يتحول إلى دايركت، فيكون الدايركت أكبر من الاندايركت. بالبوست هيباتيك يعني ما بعد الكبد
increased of direct bilirubin. بعد ماكو مقارنة بين اثنين منه أكبر من منه، بس عندنا الدايركت راح يكون أضعاف مضاعفة. عندي هذا الجدول هم يسهل يعني نفس السلايد اللي قبله. هذا الجدول كاتب لك بالبري هيباتك منو يصعد type of bilirubin raised unconjugated. بالهيباتك unconjugated and conjugated يعني اثنين هن، بس منو الأكثر conjugated. بالبوست هيباتك فقط conjugated. واضح هذا السلايد حلو يعني أحلى من ال هيباتك. إيش قلنا قبل شوية unconjugated. الindirect أكبر من الدايركت. بالهيباتك اثنينهم unconjugated والconjugated اثنينهم يرتفعون بس الدايركت أكثر. بالبوست هيباتك الconjugated يكون هو المرتفع. أوكي؟ وهنا ضارب منطقكم السبب الكوزس يعني. بالبريهيباتك يقول لك ممكن عندنا abnormal red cell antibodies عندنا drugs ممكن ياخذ زين. بأمراض الكبد بالهيباتك من يرتفع الدايركت شنو السبب؟ هاي الأسباب قدام يقول لك viral hepatitis cholestasis يعني تجمع الكبد يعني هاي منطق أمراض أسباب. فأنتوا الكل تايب تحفظوا لي causes. أوكي causes واحد أنتوا تختارون. بالبوست هيباتك عندك تيومر عندك بايل داكت عندك الكارسينوما. أحد عنده سؤال على هذا الجدول؟ نفس السلايد اللي قبله نفسه كاتب لك classes of jointes. عندنا احنا ثلاثة بري هيباتك وهيباتك والبوست هيباتك. البري هيباتك يرتفع بي الانكونجوكيتد الاندايركت مور ذان دايركت. بالهيباتك تو rises of bilirubin اللي هي unconjugated والconjugated بس شنو الconjugated يكون أكبر. بالبوست هيباتك عندنا الconjugated هو اللي يرتفع لأن أنا بعد عبرت مرحلة الليفر هو بالليفر يتحول إلى conjugated وكل وحدة سبب إلها من الأمراض. Jointes is caused by abnormally elevated or high level of bilirubin. يقول لك يعني شلون يكون الجوينتس اللي يرقان ارتفاع elevated إلمن للبيلروبين بالدم. شنو الأسباب أو sign and symptoms الأعراض والعلامات اللي أنت مرات تشوفها على شخص تقول هذا ممكن عنده بصفار؟ من ينطيني واحدة من العلامات الشائعة يعني عندنا؟ مرات واحد يقولوا له انت شنو بيك بصفار ليش على اي اساس؟ باقر باقر عبد الكاظم. انا الطلاب من جاي اصيح باسم الطالب ليش ما يرفع المايك مالته؟ شحوب الوجه صفار الوجه بالضبط. دائما نشوف واحد وجهه اصفر او البياض مال العين يكون اصفر فدائما نقول شنو انت بيك بصفار. فاول sign and symptoms للارتفاع البيلروبين اللي هي yellow staining of the skin and eyes اول نقطة. number two dark urine يكون اليورين مالته غامق. pale colored stools nausea and vomiting عند التقيؤ ولعبان نفس والدياريا يكون عندهم اسهال. احد عنده سؤال؟ من المخطط من يصير اكستريا فروم بلاي هو راح يصير نوعين بالاكسكريشن. اي لحظة حيات اي النوع الثاني شنو هو الاول؟ لا. هو النوع الاول يوروبلينوجين. هذا اليوروبلينوجين reabsorbed in blood وين يروح؟ يروح للكدني. واذا ما راح للكدني يروح لللارج انتستين راح يكون النوع الثاني اللي اسمه يوروبلين
النوع الأول يوروبلينوجين، النوع الثاني يوروبيلين. أوكي؟ تمام. إذا راح يورين هو يبقى يوروبلينوجين، بس إذا راح للإنتستين راح يكون يوروبيلين ويطرح فيسز. منو عنده بعد السؤال؟ طلاب اسألوا هسه السلايدات يمكم، سلايد سلايد.